كنكذبش عليك بعض المرات كنقول يكون جاي شي حد شي طوبي شي حاجه كنقول اشنو فيا نتلاه قدامه ما عنديش مشكل كنقول صافي عييت مليت هذا المرض ما بغاش يتحيد بحكم انني قاصني وانا صغيره كنقول هادشي ما بغاش يتحيد اليوم يتحيد غدا يتحيد ما بغاش كنقول يا ريتك جات غنموت يعني كتشوف الناس شي واحد مات حدايا كنقول لو كنت انا في بلاصه داك السيد اللي مات حدانا جارنا ولا هكا في الدوار ولا شي حاجه الروقات كنتزاد عندهم فاش كنمشي كاين اللي كيفهم المرض ديالك كنرتاح شويه واحد 20 يوم كنرتاح نولي بحال هكا ندير شي حاجه نشقى ولا هكا ونحس نضحك نهضر مع مولاي داري هكا نهضر معاهم تزاد صافي كنصقت لك اللي كنمشيت عند شي واحد اللي كان قاصح شويه كيجي لي داكشي بحال كيبغي يقتلني كما كنقولوا بحال كيهددني بالقتل كيجي لي يجي لي ديك السيف صحتي كيبرك لي على القلب صافي حتى كنتحبس من التنفس من كل شيء حتى كنبقى نغوت حتى صافي الجيران كلشي كيسمع كيبرك لي على قلبي واحد الدرجه ما كتصورش السلام عليكم معكم بشرى من نواحي خميسيه من نواحي تقادير خميسيه عميره المشكل ديالي اخويا هو المس كنعاني منه تقريبا دابا شي 9 سنين من 2013 السبب ديالي انني دخلت ندوش ومن تما تصبت بداك المرض قاسني داك المس من تما وانا كنعاني معاه بصراحه دابا وليت كنعاني بزاف وليت مريضه بزاف دار لي الزمته الخنيق الصداع في الراس الوسواس ما كنعش في الليل الماكله حتى هي قليل فكناكلها يعني ما بقاش عندي الخاطر الخدمه ما تقدرش نخدم كتافي كيضروني كنعس كنصبح كتافي من هنا كلهم كيضروني وعندي النبضات نبضات في الجسم كله في اليد في الجسم ديالي كله وكتشدني بحال السخفه كنعبر الطونسيو كيقول لك ما عندك معمقاد ما كاين والو كنمشي ندير التحليله ديال فقر الدم كيقول لك ما كاين والو راه هي هذيك مزيان السكر كيقول لك صافي راه ما عندكش السخفه عندي ديك الزمته بحال كتشدني الزمته ونشوف فيا في الصحه ديالي ما كنبقاش نقدر نقاوم داك الشيء اللي فيا والقلق بزاف فيق مقلقه نعس مقلقه الهضره ما تنقدرش نهضر مع الناس بزاف الخروج هو نفس المشكل عندي الخوف دار لي الرعب دار لي الخوف من واحد الدرجه ما كتصورش دابا المشكل انا مشيت عند الرقيه وداك الشيء صحاب الرقيه ولكن ما فهمتش داك الشيء ما بغاش يبعد مني ندير مثلا الرقيه 15 يوم كان مرض في ديك الفتره داك النهار اللي مشيت درت فيه الرقيه كان تزاد المرض بزاف وكيجي لي في الليل بحال كيبغي يقتلني داك الجين كيجي لي في الليل كيأثر لي كيورك لي على قلبي كيطلع لي داك السم من رجليا من التحت حتى كيوصل لي عند القلب صافي كيبغي يقتلني صافي كنعود ندم في راسي علاش مشيت وكنبقى نعاني بزاف 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 واحد الدرجه ما تصورش اخويا كنعاني مع هذا المرض وقلت لك هو قاصني في داك الشيء هذا المرض جاني في 2013 السبب ديالي دخلت ندوش المهم وكان مشى ليا الوجه كما قلت في الاول راه كان مشى ليا الوجه يعني جاني العصب السابع الوجه مشى والعين خرجت حتى لهنا اليد هذه اللي مليه راه كتشدات عليا وصافي ودرت الترويض درت تخطيط الكهربائي للدماغ والاعصاب ودرت الترويض عطاوني الترويض درتو وعطاوني الدواء وفي 2016 اخويا جاني الاكتئاب منه يعني جاني اكتئاب ولا الخوف الرعب كما عاودت لك الحاله ديالي من 2016 لدابا صافي تدهورات بزاف مشيت عند طبيب نفساني قال لي واحد السيد خاصك تمشي عند طبيب نفساني حقاش هادشي راه صعيب فاش مشيت خرج لي الدواء وليت كنعس وليت شويه كنرتاح ولكن داكشي نفس المشكل كيجي يبرك عليا في الليل كيجي لي في الليل كيبرك عليا ما كيخلينيش مرتاحه في نفسيتي كيبقى داكشي كيمشي ويجي حداك تحس بحال شي حد داز من حداك فوق الحصيرات المنطقه كتحس بها كتجر عليك واحد الالم اخويا واحد شنو نقول لك واحد الحاله لا اله الا الله الدواء عندي دابا في الدار تقريبا عندي شي مجر عامر ديال الدويان دواء بزاف بواحد الدرجه ما كتصورش ديال المعده ديال الاعصاب ديال الراس ديال الضغط ديال السخفه عندي نمشي ندير الاكسجين تقول لي بارد ديال الاعصاب دائما انا عندي معاناه من 2016 دابا عندي معاناه بزاف دابا خويا ما بقيتش متبعه مع الطبيب النفساني ما نكذبش عليك كنت مشيت عنده في ديك الحاله ولكن دابا ما بقاش عندي الجد باش نمشي عنده الفلوس ما بقاوش عندي يعني بالعربيه وتعرب بحكم ان الحصه راه كدوز 300 درهم انا ما بقاش عندي والدواء حتى هو كيخرج عندي شويه غالي كيخرجوا عندي ادويه شويه غاليه كان في الاول كيعطوني واحد في السبيطار ما بقاوش دابا كيعطوا لينا حبسوه
ما بقيتش لقيت باش نشري الدواء حقاش مرات، ما كيضغط عليا داك الجين ما كيخلينيش، واخا كنشرب الدواء كيضغط ليا على النفسيه ديالي، كيدير ليا الخوف، واخا نبغي نمشي نخدم كيدير ليا الخوف، كيدير ليا القلق التوتر. يعني بعض المرات كنبغي نبقى بوحدي، كنهضرش مع الناس، كنبغي نبقى بوحدي، نسد عليا البيت كنرتاح، كنسد عليا كنقول فاش تكون ديك الظلمه وهكا كنرتاح، فاش كيهضر بنادم ولا التلفازه ولا شي حاجه كتجيني الضيق في الراس الزمته. بعض المرات كنقول غنخرج في الليل، نقدر نبغي نخرج كنقول فاش غنخرج غنرتاح. ما عرفتش اخويا هاد الحاله كيفاش غادي نوصفها لك، ولا اله الا الله ما عرفتش. الروقات كانت زاد عندهم فاش كنمشي، كاين اللي كيفهم المرض ديالك، كنرتاح شويه واحد 20 يوم كنرتاح، نولي بحال هكا ندير شي حاجه نشقى ولا هكا ونحس نضحك نهضر معهم والين داري هكا نهضر معهم. وكاين اللي كنمشي عنده كنتزاد اخويا، كنتزاد صافي كنصقت لك، اللي كنمشيت عند شي واحد لا كان قاصح شويه كيجي لي داكشي بحال كيبغي يقتلني، كما كنقولوا بحال كيهددني بالقتل، كيجي لي يجي لي ديك السيف في صحتي كيبرك لي على القلب صافي، حتى كنتحبس من التنفس من كل شيء، حتى كنبقى نغوت حتى صافي الجيران كلشي كيسمع كيبرك لي على قلبي واحد الدرجه ما كتصورش. كنعاود نقول لها علاش مشيت كاع عند داك الراقي صافي غادي غنصدق ميته ولا شي حاجه. ما خويا كنعاني ما نكذبش عليك، عندي معاناه بزاف، ما كرهش شي واحد يتعاون معايا باش ندير الطبيب، حيت انا النفسيه ديالي ولات صعيبه هاد الايام، ما كرهش شي واحد يتعاون معايا باش ندير الطبيب، باش نمشي نعاود الحاله ديالي، نمشي نرجع عند شي طبيب نفساني اخر باش نتبع معاه، حيت الحاله ديالي ولات صعيبه ما نكذبش عليك. بعض المرات كنقول كيكون جاي شي حد شي طوبيش حاجه كنقول اشنو فيا نتلاه قدام وما عنديش مشكل، كنقول صافي عييت مليت هذا المرض ما بغاش يتحيد، بحكم انني قاسني وانا صغيره كنقول هادشي ما بغاش يتحيد، اليوم يتحيد غدا يتحيد ما بغاش، كنقول يا ريت كون جات غنموت. يعني ملي كتشوف الناس شي واحد مات حدايا كنقول لو كنت انا في بلاصه داك السيد اللي مات حدانا جارنا ولا هكا في الدوار ولا شي حاجه، حيت معاناه صعيبه اخي. الناس اللي مقيوسين بالماس كيعانيو داخليا معاناه صعيبه، واخا كتشوفهم على برا كيشوفوا هضروا عادي، راه الداخل كاين شي حاجه خايبه، الداخل ديالهم عندهم شي حاجه في خاطرهم خايبه، كيتمنوا هما غير يموتوا باش يرتاحوا، لحقاش واخا تقول لي هادي وادي ما كاينش، كذبش عليك معاناه صعيبه. النداء ديالهم الله يرحم والدي من هذا المنبر اللي بغيت يتعاون معايا باش نمشي عند شي طبيب ولا عند شي راقي المختص بحال هذا المرض اللي فيا، الله يجازيه بخير في هذه العواشر. النمره ديال التليفون ديالي غادي نقولها لكم 06 13 25 60 91 في الاخر، 06 13 25 60 91، هذه هي النمره ديالي وشكرا. لا خويا ما خداماش، قلت لك تقريبا هاد الحاله ديالي الضغطات هادي عامين ما بقيتش كنخدم، ما بقيتش كنقدر نخدم، وساكنه غير مع اختي، واختي حتى هي مقاتله مع الوقت. يعني انا عندي خواتاتي بنات، ما عنديش يعني هذا، ما عندناش الاخ من الاب ميت من كنت صغيره، امي مرا كبيره حتى هي مريضه، يعني يلا خصك الدواء ديالها وهذا، وعندها الكواط كتشرب الدواء والطونسيو وهذا. الحاله ديالي ضعيفه خويا ما نكذبش عليك، كل لقيت جهد غادي نتقاتل مع راسي، ولكن الله غالب ما عندي ما ندير. ولكن درت في الاول فاش كانت عندي الفلوس وبعت حوايج وذهب وهادي راه درت، ولكن دابا مابقى عندي ما ندير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.